بلادي تظاهرة وطنية بطابع تربوي بيداغوجي وثقافي تسلط الضوء على الموروث الأدبي الجزائري وترسيخه لدى تلاميذ الأطوار الثلاث. أنا شارك في اللغة العربية في مجال الشعر، نكتب قصائد حرة. كانت أول مشاركة لي في المؤسسة ديالي. السلام عليكم، زاد كملا دي الكوفري داكي هادو على نكريفا إن شاء الله. Anna, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça permet à tous de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner cours à son inspiration et c'est vraiment bien. هي مشروع لكاتب المستقبل، وبالتالي نحن مثل هكذا مبادرات نشجعها ونتمنى بأننا نستفيد من هذه البداية لتحسينها وفسح المجال للجميع. وعدد التلاميذ المشاركين في المرحلة الأولى على مستوى المؤسسات 253412 تلميذ من 9077 مؤسسة، انتقوا من 699 عمل، انتقوا 122 عمل. حيث سيشارك المتأهلون في الورشة الأدبية بولاية سكيكتا تحضيرا للمرحلة النهائية. ما سميناهاش مسابقة ولكن تظاهرة، بما أن هدفنا أن التلميذ المبدع في الكتابة نعطيه له كل الفرصة باش يوصل حتى لهذا المستوى ويدخل في النهاية في ورشة الكتابة مع أدباء اللي راهم يرافقونا في هذا التظاهرة. طبعا القادمة في نهائية في معرض الكتاب إن شاء الله، الاهتمام بالأدباء الجزائريين، الاهتمام بالثقافة الجزائرية سيكون له دور في الكتاب المدرسي وهذا فعل نبيل جدا، كذلك اهتمامنا بهذه الفئة الشابة. بهذه المناسبة الغالية علينا ذكرى 56 للاستقلال ولعيد الشباب أن نتقاسم هذا الجو مع أيضا الأدباء، مع كل الشركاء، شركاء وزارة التربية الوطنية، لأن ما لاحظناه اليوم وهذا مهم جدا أن نبرزه هو أن هناك مواهب في المدرسة الجزائرية. ليكون إعلان النتائج في ذكرى اندلاع الثورة التحريرية شهر نوفمبر القادم.